أعلنت مصالح أمن الجزائر في صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك وفاة عميد الشرطة المتقاعد محمد العزوني المعروف لدى الجزائريين بالشرط المخفي نسبة للحصة الخاصة بأمن الطرقات التي كان يقدمها لسنوات عدة في التلفزيون العمومي الجزائرية، إضافة لحصة طريق السلامة وعدد من البرامج الإذاعية والحصص التوعوية والتحسيسية. الفقيد توفي صباحة اليوم بباب الواد عن عمر ناهز 83 سنة بعد صراع مع المرض. رحم الله الفقيد وتغمده برحمته الواسعة. إن لله وإنا إليه راجعون.